معانا على عبر زوم دكتورة شيرين النجار، عضو الحزب الديمقراطي بولاية كارولينا الشمالية. مساء الخير دكتورة. مساء النور، أهلا بحضرتك. برحب بحضرتك معانا، وبداية حابة تعليقك على كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هو حضرتك كما أشرتي الأول، يعني ركزتي قوي على موضوع الهجوم على الايسس. دي مشكلة جامدة، وكان لازم يتعامل معها الأمريكان بشدة وبصرامة، لأنه في الوقت الأخير كما يعني حضرتك تعلمي حصل هجوم كبير على القوات في أفغانستان من داعش، وحصلت تصفية عرقية للأقلية العرقية في أفغانستان يزيدي. وطبعاً اللي كان بيقوم بكل هذا القادة اللي موجودين ويستتروا في سوريا، ومؤخراً القيادة في آيسس هجمت على في المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، هجمت على سجن وحررت معظم الناس اللي كانوا موجودين فيه. يعني فالموضوع لا يستهان به، واضح انهم ابتدوا يتجمعوا تاني، وانهم في إعادة لتنظيم لقوة تنظيم داعش في المنطقة. مظبوط لحضرتك. فيعني كانوا الوضع كانوا بيخططوا للعملية دي بقالهم مدة، وقامت يعني المخابرات الموجودة على الأرض اكتشفت إنه أبو بكر الهاشمي القرشي موجود هناك، ومش هو بس، لا كان حقيقة هم الطابق ثلاثة أدوار معه. الدور الأول كانت عائلة ما بتعرفش حاجة يعني وملهاش أي دعوة بأي حاجة. الدور الثاني كان أحد قوات الآيسس برضو، والدور الثالث كان القائد طبعا القرشي. القائد الثاني تعاملوا معاه طبعا بيقولك يعني القوات الأمريكية حذرت قبل دخول في القتال معاهم، يعني حذرت الناس الموجودين. يقال إن زوجة من الزوجات بدلتهم بإطلاق النار. مظبوط لحضرتك. وتحصن القائد الثاني في الدور الثاني هو وزوجته، لكن طبعا قامت القوات الأمريكية المارينز بالتعامل معاه. أما الدور الثالث اللي هو كان يسكن فيه القرشي، وطبعا هم كان لا يغادر خالص، كان ما بيطلعش من البيت. هم مسكوه يعني عرفوا مكانه من المخابرات اللي في الأرض ومن الساتلايت، لأنه كان يعني بيقوم بالاستحمام على السطوح يعني في الروف. للأسف كانوا الدور الأولاني طبعا حصل إجلاء، والأولاد يعني خرجوا سالمين والزوج والزوجة، حتى قوات المارين حذرت الموجودين والجيران أنهم يلزموا البيوت حتى لا يصابوا بالأذى يعني. لكن طبعا القرشي كما حصل مع البغدادي في 2019 فجر نفسه، قام طبعا بتفجير نفسه مع زوجته ومع اولاده. وحتى يعني للاسف انه المارينز والفيديو اللي ظهرت وقت ما كان الرئيس الامريكي والنائب نائبه يعني مباشره على الهواء بقايا واشلاء الاطفال والزوجه في جميع الانحاء. يعني دكتوره شيرين ستوقف مع حضرتك، تفضلي. بس دي خطوة مهمة جداً، لأنه كمان اتضح أنهم حضرتك فاكرة طبعاً أنهم هاجموا على المارينز في أفغانستان، يعني في الفترة الأخيرة ابتدوا يعملوا هجمات مش بس في أفغانستان، لا في أفغانستان وسوريا والعراق. فعدم التعامل معهم كان هينذر بكارثة، يعني أنهم هيمتدوا بقى ويتجمعوا مرة أخرى ويشكلوا قوة في المنطقة تسبب قلق. هل اختيار التوقيت هو لزيادة دعم الدولي لموقف أمريكا الآن من كوريا؟ هل هذا ممكن يكون في اختيار التوقيت؟ كوريا حضرتك ولا يوكرين تشيري؟ آه من يوكرين. أوكرانيا.
هو طبعا يعني واضح انهم انه الرئيس الامريكي بيبعث برساله للناتو والدول الشرقيه الغربيه اسفه انه لسه ما زال الولايات المتحده التي تحافظ على السلام الدولي ودي نتيجه ان هم بيحاول يعني جاهدا الاستقرار في العالم وفي الشرق الاوسط وانه يعني بوتين هو يعني من عمائد العوامل على عدم الاستقرار في المنطقه طبعا كلها لشعبيته وبالتأييد الكونغرس لانه قد وفي اشاعات كبيره هنا انه هيحصل ديبلويمنت هيحصل ارسال قوات تنزيل قوات امريكيه وقوات الناتو على الحدود في اوكرانيا. هل هذا يعد تحول في الموقف الامريكي تجاه القياده السوريه الان؟ هو أم تعامل مع التنظيم داعش على انه شيء منفصل؟ لا هو طبعا شيء منفصل. القياده السوريه لسه قدامها طويل حتى الولايات المتحدة ترجع تاني تتعامل معاها نظراً للحرب والتعذيب والمشاكل اللي هم سببوها في منطقة الشرق الأوسط ودعمهم الكبير لحماس. هل من الممكن يكون فيه هجمات انتقامية من داعش انتقاماً لزعيمهم لمقتل زعيمهم على يد القوى الأمريكية؟ انتقاما ام لا داعش دائما في يعني في جدولها جدول الاعمال هجمات بغض النظر على انها انتقاميه او لا من لم يكن معنا فهو علينا يعني ده قانون داعش يعني. نتوقع من هذه العملية أن تجعل من المجتمع الدولي وخاصة الناتو وخلافه دعم مكثف ومضاعف لأمريكا الفترة القادمة في أي سياسات أو قرارات تأخذها معناها كده بتقول أنا من يحمي العالم الآن من الإرهاب؟ أكيد ده دي رسالة مش يعني لجميع الدول الغربية أنه أمريكا هي لسه القائد لسه الراعي الكبير للسلام ضد الإرهاب في جميع الدول وأنها مش هتقف مكتوفة الأيادي في مواجهة أي خطر يهدد العالم الغربي أو العالم ككل. خليني أخذ من حضرتك آخر مستجدات الموقف الأمريكي يعني تجاه أوكرانيا. تجاه أوكرانيا يعني مش الديمقراطيين فقط لكن الديمقراطيين والجمهوريين دي النقطة الوحيدة اللي هم بيجتمعوا عليها إنه بوتين ما يعني لن يدخل أوكرانيا ولن يسبب أي unstabilization يعني عدم استقرار في المنطقة ف يعني ضغوط كبيرة حضرتك تعلمي انهم بدأوا يعني حشد الجيوش على عقوبات كبيره جدا على مش بوتين فقط وعلى المجموعه القريبه منه في تجميد اموالهم فطبعا المجموعه دي هتضغط على بوتين مش هتسكت يعني لانه قواتهم كبيره والفلوس اللي معاهم يعني تقدر بالمليارديرات فبوتين هيحصل عليه ضغط اقتصادي وسياسي وكما تعلمي حضرتك انه رئيس وزراء اوكرانيا كان موجود في انجلترا بيعمل مباحثات اوكرانيا مهمه جدا للناتو وللولايات المتحده الامريكيه ويعني لن تقف مكتوفه الايادي امام التدخل الروسي في المنطقه.